بالنسبة للإخوان بحال هاد الحالات هادو اللي كيجيهم هاد الموت المفاجئ، ضروري ما خصنا نعملو لهم التشريح باش نسخصو المرض اللي باش ماتو، لأن هادي هي تاني حالة كيف ما شفتو، راه مات ليها وحدة في الصالة ديال الحليب وهادي وكيموتو بهاد الموت المفاجئ هذا. ربي العزة، نتمنى من الله العالي القدير تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة وفي أحسن الأحوال. نشكركم من هذا المنبر هذا جزيل الشكر على الدعم والتشجيع، قناتكم متواضعة، متنساوناش الله يجازيكم بخير، دعمونا بلايك، ضغطوا على البصمة، راه بالمجان لا يكلف شيئا، ودعمونا الإخوان الله يجازيكم بخير، بس نستمروا إن شاء الله في نشر الفيديوهات والجديد، وتحياتي لكم من هذا المنبر هذا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تبي الأعزاء كما كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله، الماعز راه تيبات هنا في هاد البلاد هادي، هاد الحقل هذا راه هو اللي كان فيه القمح، ما كتشوفوا راهم صابحين هنايا متكيات، راه عندهم الأكل، راه شي وحدين كياكلوا ليه كيرعاو، وراه بان ليا ليه شي حاجة بحال شي معزة، الله والله أعلم. واش متكيه تما واش ميتة، الله أعلم اشنو جاري لها، غنمشي نشوفها. كتشوفو العودات تاهما راهم هنا، العودات هما كيرعاو هنا في الحقل هذا تاهما ما شاء الله. دابا هاد العودات خصني نضربهم ويمشيو لهاد الحقل ديال الجبانة، باش خصني ندوز الماعز من هنا باش نعزلهم باش نحلب ان شاء الله. كازيك واه الباب راه كاين هنا، خصهم يدخلوا لهجي كاع. نتمنى تبان لكم الصورة مزيان، لأنه كاين الظل ديال هاد الجبل هذا، الظل مازال هنايا الصباح دابا. سعد الله صباحكم بكل خير. المعزة الله أعلم بانت لي راه ميتة، قاش باش تبقى معزة هنا بوحدها، راه شي غريب. مازال مش جيدة، استغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كيفاش مسكينة كدير راسها، وراه المشكلة راه ماشي من هادي، هادي راه مرخوفة عليها كما كتشوفو. وهاد المعزة راه كانت صحة جيدة، ما عليها ما بيها. الله أعلم أشنو، سبحان الله العظيم. دابا هادي هي التانية من دوك المعزات السهلات، كيف ما شفتو في الفيديو السابق اللي كانت ماتت وهي كتاكل ديك الصالة ديال الحليب، وهادي وحدة أخرى عاوتاني، سبحان الله العظيم، كتجي فيهم غير هومايا. وهادي راه مرخوفة كيما كتشوفو، راه ماشي متكونش زعما تقجات، غير هو اللي لاحظت راه الفم ديالها كان فيه بحال الكشكوشة هنايا واحد البيوضية، ومن النيف ديالها كيخرج لها واحد الماء، من المنخر ديالها تيخرج ليها شي ماء، ممكن تكون ديك المرارة، هي راه ملقحين من المرارة. غير شوف خصنا نعاودو نلقحوهم دابا ان شاء الله. شوف عندي لا تشريح ولا شوف شنو هو السبب. اكسيبا راه هي هادي، راه ولا بد من الوفاية.
يكونوا في صحه جيده مع اليوم بهم حتى يموتوا، قدر الله وما شاء فعل. هي الحق، راه موت، راه الموت علينا حق، لا الانسان ولا الحيوان، غير هو الانسان خصو يتاكد دائما. لا ما تليشي كسيبه، هادي نصحكم باش تاكدوا ديروا لهم التشريح، باش من بعد ما ندير لهم التشريح نعرفوا اشنو نشخصوا لهم المرض ونعرفوا اش من دواء باش ندخلوا. انا الله اعلم، على ما اظن راه غيكون مرض، داك المرض التسمم معوي مرارة كما تنقولوا، ان لقحناهم دابا في مارس، دابا 5 شهور هادي باش تلقحوا ضد هذا المرض هذا ديال التسمم معوي. ونتمناو يكون خير ان شاء الله، باش الا كان نيت هذا المرض هذا اللي قلت لكم لما ندير له التشريح ضروري ما نلقحوه في اقرب وقت باش ما يزيدش يكون عندنا الخسائر، والله يدير الخير. اخوان انتم كما كتشوفوا راني فتحتها درت لها التشريح، وكيف ما قلت لكم راه لقيت لها المراره فايضه منفوخه. ها هي المراره، دايره الكبده حتى هي الشوكي ولا اللون ديالها ما بقاتش طبيعيه، منفوخه واللون ديالها كحل، والمراره هي. باش نبين لكم المعزه كامله باش ما يخليونيش نطلع الفيديو اليوتيوب الى شوها المراره، هي هذه يا هذه المراره، راه اول ما ديالها هاو الشوره فاضت. بحكم التجربه اللي عندي وهاد الحالات فايتين علينا، داكشي باش قلت لكم راه تقدر تكون التسمم معوي هو اللي باش ماتت. لهذا راه خصني نهضر مع مولشي باش يشري ليا داك الدواء ديال المراره ضد المراره، باش ان شاء الله نجلب ليهم، نجلب القاطع كامل، لانه الا خليتهم غادي يزيدوا يموتنا المعز. والله اعلى واعلم، راه كنظن انا بانه فاش كنت كنعلم ديك ماريا اللي كانت جات كتدرب كدير التكوين عندنا باش على بخصوص طبيبه بيطريه تخرج، الله اعلم ما تكونش لقحات هاد المعزات هادو ما دقات لهمش الشوكه مزيان، وراه كيد بالنسبه للجلبه كدق ما بين الجلده واللحم. ولهذا الله اعلم، راه كنظن ماريا ملي كانت كتجلب لهم ملي كنت كندربها تكون ما جلبات لهمش مزيان، تكون تخوات لها ولا شي حاجه، لان يلا عاد هي كتدرب. والله اعلم، ما نقدروش نحكموا على هادشي اللي مهم، هادشي اللي عطى الله السبب ما عرفتش، ممكن تكون الجلبه ما تجلبوش، ولا فاش الجلبه تجلبوا تخوات في برا. لهذا خصنا نجلبوا لهم في اقرب وقت القطع كامل باش ما يزيدوش يكونوا عندنا وفيات. نطلب الله يحد الباس.